اتولدت لقيت نفسي عندنا تين شوكي وشغالين فيه من ساعة ما ربنا خلقنا على وش الأرض. يعني تين بيجي من أكتر من مصدر، المصدر الأساسي بتاعه كان هنا أبو زعبل. يعني الناس كانت بتقول لك إيه ده أبو زعبل، دي أولها مجانين وآخرها سجن ومن الساعة مش راحة، إنما والله هذا كلها ناس غلابة، وإنه كلهم بيوقفوا مع بعضهم بيحبوا بعضهم مفيش أي حاجة. أرض النور أرض الرمل زي الصحراء والمناطق دي، وبالنسبة للإنتاج بتاعه بيجيب إنتاج حلو بيغطي الفلاح وربنا بيراضي الجميع. بنجيب الزرع من الفلاحين ونبيعه للبياعين، وإحنا طبعاً بنحاسب الفلاحين وبناخد النسبة بتاعتنا اللي هي نسبة 10%. بدأنا نعمل سوق، طول ما أنت ماشي على الطريق هتلاقي فيها فروشات دي. أول امبارح كنا بنبيعها بجنيه ونص وباتنين جنيه، النهارده بنبيعها بجنيه وجنيه ونص. الشوط ده والله ما بيقولوا بيشيل أمراض من الجسم، فإحنا هتفرقش معانا عادي يعني، فنفضل ننقي طول الليل بقى مش هنفضى كده، لأن في كتير كل حتة في جسمنا في الشغل. قصر السيد محمد أحمد المناط 43 سنة. أنا اتولدت لقيت نفسي عندنا تين شوكي وشغالين فيه من ساعة ما ربنا خلقنا على وش الأرض. يعني أساس التين أبو زعبل، إحنا طلعنا لقيناها مزروعة تين والناس اتقلدت بقى، وقالوا الحمد لله رب العالمين دلوقتي إسماعيلية مزروع فيها تين، والبحيرة مزروع فيها تين، وسينا مزروع فيها تين، واللهم صل على حضرة النبي، والصعيد برضه زرعوا تين الأيام دي. ميزة التين إن ما فيهوش أي أضرار خالص، ده الوحيد اللي ما بياخدش أي حاجة، لا بيترش ولا هو شوية الملح اللي هما كان في ملح فرنساوي أو في ملح لوريا. والبوتاسيوم لو التينة رفيعة بيتحبتين منه بوتاسيوم، التينة حلوة، وهو عامة ما بي الرفيع بتاعه بينباع، والمليان الكوز الحلو اللي هو الساغ بيتباع. طالع من الشجرة دي يعني زي ده كده، تقطعه تكسره كده وتحمله في العربيات وتزرعه في الأرض زي ما هو. أفضل له الأرض الرملة زي الصحراء والمناطق دي. وبالنسبة للإنتاج بتاعه بيجيب إنتاج حلو بيغطي الفلاح وربنا بيراضي الجميع يعني. وهو بيتعزى مرة واحدة في السنة وثمان ميات في السنة برضه. سنتين اتنين تبص يطلع معاك إنتاج يعني إن شاء الله. أطلب من الدولة إن يوفروا لنا بس الكيماوي، وبالنسبة للصحراء توفر لي المية. وهو كده كده ما بياخدش مية كتير، بس أنا عايز يبقى ساعة الخدمة بتاعتها لها المية. هو كده كده يعني يكون أقل زرعة بتاخد مية في الزراعة اللي هي موجودة على ربنا جعلها لنا ناكل منها. ما بياخدش ميته بسيطة. بالنسبة لتجارة التين هي بدأ من هنا، أبو زعبل بدايتها كانت هنا. وطبعا أصبح النهاردة في تين في البحيرة، وفي تين في إسماعيلية، وفي تين في المنيا، فأصبحت زراعة منتشرة في كل مكان، وفي تجار بيجوا ياخدوا الزرع من المحلات اللي زينا كده ويوزعوها على حاجة اسمها سريح. بيبقوا جايبين معاهم مثلا نظام عربيات صغيرة كده لزق، وينزلوا لهم الزرع وهم يبيعوا، نظام توزيع يعني، ونظام التسويق زي ما انا قلت كده. بنجيب الزرع من الفلاحين ونبيعه للبياعين، واحنا طبعا بنحاسب الفلاحين وبناخد النسبة بتاعتنا اللي هي نسبة 10%، زي أي حاجة، زي أي سبوبة موجودة. محمد صياد من البلد دي، من ابو زعبل، اساسا من ابو زعبل. انا من حوالي 12 سنه انا بدات هنا، بدات بعدات بسيطه كده عدتين او ثلاثه، فلقيت ان الدنيا بتمشي يعني في شغل، ممكن استهلك 10 20 وهكذا. السنه اللي بعدها جت اختي، السنه اللي بعدها جه ابن اختي، السنه اللي بعدها جه الثاني، وهكذا. بدانا نعمل سوق، خلاص اصبح هنا من الدائري، طريق الدائري لحد كوبري العباسة. المسافة دي كلها طول ما انت ماشي على الطريق هتلاقي فيها فروشات تين. تين بيجي من اكتر من مصدر، المصدر الاساسي بتاعه كان هنا ابو زعبل.
حاليا بيجي لنا اسماعيليه، بيجي لنا السويس، بيجي لنا سينا، بيجي لنا البحيره. خدت بال حضرتك؟ دي المناطق اللي بيجي لنا منها التين الشوفي. احسن المناطق بعد ابو زعبل يعتبر البحيره. بالنسبه للاسعار ارخص من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت يعني كان اقل سعر كان 60 جنيه للمستهلك. كان 60 جنيه للمستهلك. النهارده انا بدي المستهلك ب 50 وفي عندي ب 40 وهيقل عن كده كمان، يعني هيبقى ممكن مثلا يوصل للمستهلك الدرجه نمره واحد، جنيه نمره واحد ممكن يوصل للمستهلك 40 جنيه. انا عبد عاشور. صلاحيات التين بتقعد لها يعني يومين اثنين. فاهمني حضرتك؟ لان لو خدته بالقفص كده وحطيته هيحمد من كتمه. انما لو انت قشرته وحطيته في الثلاجه هيخبط له شهر شهرين، عمرها ما هتحمد طول ما هي في الثلاجه. الشوك ده والله ما بيقولوا بيشيل امراض من الكيس. فاحنا هتفرقش معانا. عادي يعني. فهنفضل ننقي طول الليل بقى، مش هنفضى كده، لان في كتير. كل حته في جسمنا في الشوك. وخد بالك في ناس كتير بتخاف من اسم ابو زعبل، بس هي ما فيهاش خوف، في ناس طيبه وناس محترمه ومفيش اي حاجه. يعني الناس كانت بتقول لك ايه ده ابو زعبل دي اولها مجانين واخرها سجن ومن السما مش فاهم. انما والله يا كلها ناس خلابه. فاهمني؟ كلهم بيوقفوا مع بعضهم، بيحبوا بعضهم، مفيش اي حاجه. اشتغلتها وانا عندي حوالي 8 سنين، بس بعد كده اشتغلت فراخ او شركه. اشتغلت في التين. اول امبارح كنا بنبيعها بجنيه ونص وباتنين جنيه، النهارده بنبيعها بجنيه وجنيه ونص. يعني كل ما ليها ايه تريح شويه، بسبب ان النجل اللي بيعملوه بنزين والكميات غلت والاراضي كل حاجه غلت. كل حاجة غالية. التين ليها فوايد ما بقولكش. ليها فوايد بطريقة ما تتخيلهاش. أول حاجة بتنظف العدة كلها من جوه، الكلى، بتغذي القلب، بتشغل الدورة الدموية، بتشغل الدورة الدموية، ماشي؟ لكل حاجة سبحان الله. تفتكر إن في ناس بتبيع التين حسب المنطقة اللي هو واقف فيها ولا مالهاش علاقة؟ لا مالهاش علاقة. مالهاش علاقة. التينة نفسها اللي ليها علاقة. التينة حلوة، التينة حلوة والتينة وحشة. زي ايه؟ بنفكها بنقول في حاجة نمرة واحد. دي برضو علاقتها في تينة حلوة وفي تينة وحشة. كل حاجة بتتباع على نيار يعني. في قفص يفرق 50 جنيه على القفص التاني.